تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير يوم أمس أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير كل على حدة، وكان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية، حيث وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير باراك هو سفير جمهورية كوريا، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد السفير الجديد، ثم تبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية كوريا، ومنوها جلالته بما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور ونمو في المجالات كافة. ثم وصل بعد ذلك إلى قصر الصخير سعادة السفير تشايبان بامرو نجفوينغ سفير مملكة تايلاند، وجرت له المراسم المعتادة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاند، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية. بعدها وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير علي حسن الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير الجمهورية اليمنية، معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية.
ووصل إلى قصر صخير سعادة السفير الحسن سواري سفير جمهورية غينيا وجرت له المراسم المعتادة. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير جمهورية غينيا وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية. بعدها وصل إلى قصر صخير سعادة السفير زوران ميليسفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالته أوراق اعتماد سفير جمهورية البوسنة والهرسك وتبادل جلالته معه الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، معربا جلالة الملك المفدى عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الدبلوماسية. وقد نقل السفراء إلى جلالة الملك المفدى تحيات رؤساء دولهم وخالص تمنياتهم لجلالته بوفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم مع مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، متمنين لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور. الشرف سلام تهيئي حضر صاحب جلالة الملك المفدى